منظمة الأغذية والزراعة موجودة بعكار من 2017، عم نشتغل على موضوع مياه الري. مثل ما بتعرفوا البنى التحتية بهيدي المنطقة وضعها متردي، النفايات الصلبة والمجارير اللي عم تنكب مباشرة بقلب المياه السطحية وبأقنية الري، واللي عم تأثر على نوعية المي المستخدمة بالزراعة، وأكيد عم تأثر على البيئة وعلى الصحة العامة لسكان المنطقة. والكل عم يتأثر، مش بس سكان المنطقة هون، بس كل لبنان، لأنه المزروعات عم تطلع من هالمنطقة تتوزع بكل لبنان. عندنا قناة مي تسقي سهل عكار على الدير، على جانبها بيوت سكنيه. هلا البيوت السكنيه عم بيشيلوا الزباله ويكبوا بقلبها، هيدي المي ما عم نسقي منها الاراضي الزراعيه. بهالفتره هيدي كمان اللي نحن عايشينها بلبنان، ما في كهرباء، صارت الناس عم تستعملها للقضي بالبيوت. التمدد العمراني ووجود النازحين السوريين بكثافه بهيدي المنطقه عم يشكل ضغط اضافي على البنى التحتيه اذا وجدت، واللي بحاجه اصلا لتطوير واعاده تاهيل. قدرنا نحصل على تمويل من السفارة النرويجية لحتى ننفذ مشروع بنصلبه في موضوع النفايات الصلبة لتخفيفها وعدم وصولها إلى البحر وإلى المزارعين، لنخفف من تأثيراتها. بالشراكة مع مصلحة مياه لبنان الشمالي قمنا بتركيب شباك على أقنية الري لمنع النفايات من الوصول إلى البحر وإلى المزارعين. كمان اشترينا الأكوا درون أو الويست شارك اللي بتساعدنا على تجميع النفايات عن سطح المياه. هيدا الموضوع ما بيكمل إلا بحملة توعوية عند الناس اللي هي عم بتساهم بتفاقم الأزمة وعم ترمي النفايات بقلب أقنية الري. ولذلك قمنا بالتعاون مع منظمة أكتد لتنفيذ حملة توعوية وتدريب للناس لحتى يخففوا ويحسنوا الوضع بشكل عام بإطار النفايات الصلبة. نحن كمنظمة أكتد قمنا بتدريب نواة مدربين بكل ضيعة على كيفية التصرف بالنفايات الصلبة بالتخفيف وبالمعالجة وتحويل النفايات من نقمة إلى نعمة. بلشنا بالتدريب على أهمية الفرز من المصدر، على كيفية معالجة النفايات، على كيفية جمعها، على كيفية تصريفها، على كيفية التعامل مع البلديات. ضمن النشاطات اللي عملناها قمنا بزيارة لمعمر الفرز التابع لبلدية بكفية المحادسة، وفرجينا المشاركين كيفية معالجة النفايات بمنطقة بكفية من الجمع للفرز للترحيل. قمنا بزيارة لسد البارد، فرجيناهم الأكوا درومز كيف بيشتغل، كيف بيلتقط الأسام البلاستيكية عن سطح المي. من بعدها انتقلنا لضياعهم، عملنا ورش عمل، وكان بدورهم تحت إشرافنا هن يقوموا بحملات التوعية للمجتمع المحلي عندهم. نحن كنا اليوم عملنا هذه ورشة العمل مع أشخاص من المجتمع المحلي ومع ربات منزل، لنعرفهم على كيفية أنه نحن كيف ممكن نحن نتعامل مع النفايات، كيف ممكن نفرزها، كيف ممكن نستفيد منها، شو هي أنواع النفايات وشو هي مصادرها وكيف نحن ممكن نرجع نستفيد منها. فأكيد كان تجاوب كتير رائع والكل بالعكس شارك. هذا المشروع كتير مهم، كان سواء لإلي على الصعيد الشخصي أو على صعيد الجماعي، فبيحد من التلوث. إذا عملت لنقول إعادة تدوير لنفايات عندي بقلب المنزل، بحد أول شيء من التلوث عندي بقلب البيت، وإضافة إلى يعني فيني أعمل منهم أشياء تفيد الأرض عندي، فيها تفيد المجتمع اللي أنا فيه. بالنهاية التعاون مع منظمة الفوق قمنا بتدريب حوالي 120 شخص بين مدربين ومتطوعين على كيفية الفرز من المصدر والحفاظ على البيئة وعلى مجار المياه. وهذا العمل نتأمل يصير مثل كرة الثلج، كل منه يكبر وهن بدورهم يقوموا بتدريب الناس اللي حواليهم بنشر الوعي، فالأرض شو بتعطيها بتعطيك.